وللحديث أكثر عن الفساد السياسي والأموال المهربة من العراق إلى الخارج ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الصحفي والإعلام العراقي الأستاذ حسين دلي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ حسين. لم يأتي رئيس للوزراء في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم إلا وأدرج في برنامجه جملة أو استراتيجية مكافحة الفساد، ولكن في المقابل يصنف العراق في المركز 162 من بين 180 دولة في مؤشر الشفافية في العالم، وهو طبعا المؤشر المعني بكشف الفساد. بماذا تفسرون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للراحبين وجمهوري الكريم. الحقيقة ما أشار إليه الرئيس العراقي برهم صالح لم يفصح إلا عن نصف الحقيقة، فالأموال المهربة تزيد أو تقارب نحو 350 مليار دولار وفق بيانات محلية ودولية وجهات رقابية عالمية. وبالتالي فإشارة الرئيس العراقي مع الإشارة الأخرى التي بحثها في تصريحه أو مؤتمر الصحفي على أن حجم الأموال العراقية والتي تعتمد أساسا على الواردات النفطية تبلغ نحو تريليون دولار، فإذا كان الكلام عن 150 مليار دولار يمكن وفق كلام الرئيس العراقي أن تعيد العراق إلى وضعية ومنزلة أحسن مما هي عليه، فكيف بال 850 مليار دولار أخرى التي يعترف أو يقرر الرئيس العراقي بأنها صرفت وفق ميزانيات الحكومات الأربع السابقة منذ 2003 إلى 2020؟ هذا الكلام يناقض نفسه بنفسه، فكيف ل 150 مليار ان تعيد وهي اموال مهربه مهدوره كلامه، بينما ال 850 مليار لم تفلح؟ هذا يؤكد على ان المشاريع الوهميه والعقود والصفقات والفساد العريض الذي استولت من خلاله الاحزاب الحاكمه على مقاليد السلطه ورؤوس الاموال في العراق هي العائق الرئيسي والمشكلة المعقدة التي تمنع العراق من التقدم نحو محاربة الفاسدين، نعم، أو نحو إنشاء مشاريع حقيقية تخدم المواطن العراقي الذي يعاني منذ 30 عاما. وكانت كل الوعود بعد 2003 تنصب على أن العراق سينتقل انتقالة جديدة وستتبوى مكانة اقتصادية واسعة، لكن هذا الفشل مرتبط ارتباط حقيقي بالسياسات من جهة وبالأشخاص والإدارات الحاكمة للعراق والتي يشكل ربما لذلك ربما أستاذ حسين لا ترى آثار مكافحة الفساد من الحكومات بشكل عام ومنها هذه الحكومة، على الرغم من أن هناك برامج معلنة لمكافحة الفساد لكن ليست هناك نتائج. بالتأكيد أخي الكريم، هو نفسه الرئيس برهم صالح جزء من السلطة منذ 2003، الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه صالح يمسك بمنصب رئاسة الجمهورية منذ 2005، وبرهم صالح كان عضو ناشطا في كل البرلمانات السابقة والمناصب الحكومية، وبالتالي حديثه عن الفساد يدينه نفسه لأن الرئيس كما قلت هو جزء من شبكات الفساد التي تسيطر على العراق. وبالتأكيد سؤالك في محله، من حيث أن كيف للأحزاب نفسها التي تحكم أن تدين نفسها بنفسها منصب رئاسة الجمهورية، نفسه الرئيس العراقي لديه راتب يقارب 73 ألف دولار شهريا هو والمخصصات، نتكلم عن 3 مليون في السنة، يعني بحساب الرئاسات الثلاثة مع مجلس القضاء مع نحو 5000 مدير عام في العراق، نتكلم عن أرقام فلكية كبيرة فقط هي ل واردات المدراء، نعم، والمسؤولين. شبكات عملية مكافحة الفساد التي تحدث عنها الكاظمي وقبله العبادي لم تفلح في القبض عن أي مسؤول من الدرجة الأولى أو الثانية، ليس هناك وزير، نعم، تم إلقاء القبض عليه أو اعتقاله أو نشر اعترافاته ولا عن الفساد. نعود مرة أخرى للبنود، يعني نعود مرة أخرى لقضية الأموال المهربة. من البنود الظاهرة في ملف الفساد أو مكافحة الفساد بند الأموال العراقية المهربة إلى الخارج والتي تقدر بمئات المليارات ربما تصل إلى تريليون دولار كما هو يعني معروف، هل بذلت جهود مناسبة وجادة لاستعادة تلك الأموال من الخارج؟ هو الإشكالية الحقيقية أن
العرابين الرئيسيين للحكم في العراق هم الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. كل الناس تقر وتعترف أن صمود إيران بوجه العقوبات الأمريكية ما كان يتم لولا المساعدات العراقية التي تتم عبر الصفقات ومنها مشاريع الكهرباء والغاز التي أفشلت الحكومات العراقية المتعاقبة كل مشروع دولي من الشركات العالمية لإنشاء مشاريع الكهرباء والغاز في العراق، وكانت تتعمد إفشال هذه المشاريع وفق تسريبات من مسؤولين كبار أن الغاية الرئيسية منها هو لمساعدة ودعم إيران للوقوف بوجه العقوبات التي فرضت في عهد الرئيس ترامب الراحل. الإدارة الأمريكية من الجهة الثانية تسيطر بشركاتها الكبيرة عبر القارات على معظم المشاريع الاستراتيجية. الحكومات العراقية لم تنجح باسترداد الأموال لأن هؤلاء الدولتين على وجه الخصوص هي المتحكمة بمسار استرداد الأموال ومسار مكافحة الفساد، وبالتالي كيف يتم استرداد الأموال بدون دعم دولي بدون مساعدة دولية لتعقب. لكن حتى داخليا أستاذ حسين حتى داخليا داخل البرلمان وبحسب نواب في البرلمان قالوا إنه قانون ملاحقة الأموال المهربة يصطدم بعراقيل، وهذه العراقيل مرتبطة على ما يبدو بأجندات ساعية لاستمرار الفساد. من صاحب المصلحة في استمرار الفساد في العراق إذن؟ أخي الكريم، الأحزاب السياسية في العراق تستحوذ على المؤسسات الحكومية من خلال شبكات محسوبية معقدة، كما أنها شكلت مؤسسات موازية حرفت مسار الوظائف العمومية، ومن ضمن هذه الوظائف هيئة النزاهة وهيئة مكافحة الفساد. اليوم يعني منذ زمن حيدر العبادي كانت هناك مؤشرات لم تكن نابعة بإرادة ذاتية وإنما ضغط دولي لترجمة عمليات مكافحة الفساد فعليا، لكن ما لم يفعل العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا الكاظمي أشياء حقيقية، وكل ما نراه الآن هو إلقاء القبض أو اعتقال شخصيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة وتحميلها وزر بعض العمليات بعض إهدار الأموال أو الأموال المهربة هنا وهناك، لكن لا يوجد مسؤول حقيقي من الدرجة الأولى أو الثانية، ليس هناك وزير تمت عرض اعترافاته، بل رؤساء الحكومات السابقة المتهمون بالفساد لم تتم محاسبة أي واحد منهم عن تلك الأموال، فكيف يحاسب مدير عام ومسؤول من الدرجة الثانية ولا يحاسب من هو أعلى منه؟ لذلك الأحزاب تمنع، وهذا الإحزاب مسيطر على البرلمان، تمنع وجود قوانين حقيقية لمكافحة. شكرا لك سيد حسين دلي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.